بتأيدي عادة تسمية الابن الكبير للشخص على اسم والده؟ البكر على اسم الوالد ايه؟ هي عادة حلوة. انت ما عندك مشكلة؟ لا ما عندي مشكلة، هي عادة حلوة، بس كان طبعا اذا كان الاسم حلو. لا عادي. انا بحبها. ايده 50% مشان احياء ذكر الوالد. ايه طبعا. هي عاداتنا يعني اجباري بدنا نمشي على عاداتنا. في ناس بتحب في ناس ما بتحب. عادات وتقاليد بس حلوة. اكيد انه هي بتحمل اسم العائلة. هلا مو كلهم بيلتزموا، بالاول كان بس هلا لا. هلا هذا صاير مثل العرف غير معترف عليه يعني، ولكن بيعمل مشاكل اجتماعية. طبعا اسم الاب ليش كان واحد يتجوز وجاب اولاد، اول ولد بيجي بسميه على اسمه مشان يضل الاسم الاب متواصل. ابن اخي يعني كثير هيك قربوج اسمعيني بس مو ضابط كثير. هلا مثلا انا جدي مثلا ابي اسم اول اخي الكبير على اسم جدي. شو اسمه؟ على اسم جدي نديم، اخي الكبير اسمه نديم. ابني بده يصير له ولد ان شاء الله، بده يسمي محمد على اسم ابوه، بده يسمي يعني تكبير للاب اللي خلف ما مات، يعني بيضل اسم الاب متكرر. زوجتك ما كان عندها مشكله؟ ما عملت مشكله، مشان هيك سميناه محمد براء، هي بده تسميه براء وانا بسميه محمد، فسميته محمد براء اسم مشترك. انا حقيقه سميته. شو الاسم؟ علي، سميته على اسم الوالد. شو أغرب اسم سمعتيه لحدا أنه هو صغير بس اسمه كتير كبير عليه؟ مروان، مثل بيع حسن، عبد الرحمن، عبد الحي، عبد الصمد، وفي أسماء مثلا سعيد، مؤيد، درغام. قديمة وما حلوة. إيه لا هاي لازم نغيرها. درغام. أوكي، لو إجا زوجك قال لك أنه اسم أبوه درغام ماشي، وقال لك بدي سمي ابني درغام، بتوافقي؟ لا. سميحة وهدية مدري شو.